مساء الخير. اليوم تقريرنا رح يكون مقابلة مع رئيس دائرة المراقبة الرصدية بمطار بيروت الدولي وئام قرداب، يلي رح يخبرنا عن كيفية قياس درجات الحرارة. خلينا نشوف سوا هالتقرير. درجة الحرارة كيف بتقيسوها؟ نحن عنا أجهزة طبعاً متطورة اليوم، صرنا نقيس أجهزة الحرارة بواسطة جهاز من ماركة معينة مشتريينه من دولة أجنبية. نحن بتنقل هالداتا بشكل أنالوج على محطة صغيرة أو كالكولاتر أو كمبيوتر، الكمبيوتر بيعملها بروسيسينج بيعطينا درجة الحرارة بالدجري سيلسيوس. أما الرطوبة نفس الطريقة بتنتقل على هالجهاز وبيعملها بروسيسينج كمان بيعطينا إياها بالدجري سيلسيوس. كمان هالأجهزة هالجهاز بيعطينا خلال مثلاً دقيقتين أو خمس دقائق أو عشر دقائق، والكمبيوتر بيجمعهم على 24 ساعة. نرجع بنجمع المتساقطات من أول أيلول لحد اليوم اللي نحن فيه، منقول صار متساقط هالقد مثلاً بمنطقة معينة، بيروت أو زحلة أو طرابلس، طبعاً حسب وين في مراكز وين في محطات. بالإضافة بنعمل معدل، مثلاً بيكون عندنا هالداتا على 30 سنة، بنعمل لها معدل بنقارنها بالموجود اليوم عندنا، بنعرف معدل إذا متساقطات أكثر أو أقل. معلومات نشرة الطقس بتعطونا اياها لنا للجديد ولمين كمان؟ طبعا لكل الاذاعات اللبنانيه المرئيه والمسموعه والجرايد، واسم كبير من اجهزه الدوله واجهزه الرقابه والوزارات والمؤسسات اللي بتعنى بامور الطقس. وبالعودة لطقسنا، الربيع هو فصل التقلبات السريعة. بعد السقعة الأسبوع الماضي عم تتحضر موجة من الكتل الهوائية الحارة مع الغبار يلي رح تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ورح تستمر لنهاية الأسبوع. الليلة طقسنا حار مع رؤية سيئة بسبب الغبار، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يلي عم بتسجل على الساحل 13 درجة. لبكرة بلبنان قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات بسبب الغبار الناتج عن الرياح الشرقية. الحرارة ببيروت رح توصل ل 30 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومننتقل أنا وياكم لعكار، حيث عم بتسجل عكار 14، طرابلس 24، جبيل 25، وإذن على الساحل عم بتسجل 25 وال 24 معدل درجات الحرارة. بنت جبيل 22، وشوبت رشية 21، زحل 18، وأخيرا نوصل للأرز 12 والهرمل 24 درجة. بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 35 وال65%، حرارة سطح المية 20 درجة، وسرعة الرياح بين 15 وال50 كيلومتر بالساعة، ورياح شمالية شرقية حارة. أما كيف رح يكون الطقس الليلة وبكرة وبعد بكرة، خلينا نشوفهم سوا. الليلة بتوصل ل 13، وبكرة من 14 و30، ومثل ما ذكرنا أنه الويكند رح يكون كتير حار وبتوصل درجات الحرارة ل 30 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. بغداد 27، دمشق 21، مسقط 27، الجزائر 21 درجة، وأخيراً نوصل لروما 18 درجة. الحال من بعده بالمناخ طقس مغبر، وبالسياسي كمان. وإذا كان الطقس له نهاية وبنوضع له حد، فمين هو يلي قادر يوضع حدود لعدم الاستقرار الأمني والسياسي؟ إذا أنا ما عندي جواب، خلينا نشوف فريق الأخبار قدي رح يقدر يجاوبنا من خلال النشرة المفصلة.